إيران تنتهك الاتفاق النووي مرة أخرى، هذه المرة باستخدام أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. IR-4 هو نوع ثان من أجهزة الطرد المتقدمة وفقا للتقرير، وقد قامت طهران بالفعل بتركيب 174 جهازا منها وتخطط لتركيب المزيد. تسمح صفقة الاتفاق النووي عام 2015 لإيران فقط باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد من نوع IR-1، وكشفت تقارير العام الماضي أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأتها تحت الأرض بمجموعة من أجهزة الطرد المركزي IR-2M، والتي تعد أكثر كفاءة بكثير من IR-1. نطنز هو موقع المفاعل الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، وبينما وقع انفجار بهذا الموقع العام الماضي نسبته وسائل إعلام أجنبية لإسرائيل، واعتقدت الولايات المتحدة أنه أوقف البرنامج النووي الإيراني لمدة عامين، يكشف تقرير الوكالة الدولية المسرب أخيرا خلاف ذلك. والآن تأتي الأخبار المتعلقة بأجهزة IR-4 الأخيرة بعد أن أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة، ولكن فقط إذا كان الطرفان مستعدين للتفاوض. وفي ظل الوضع الحالي يخوض الجانبان نظام طهران وإدارة جو بايدن مواجهة حول من يجب أن يتحرك أولا لإنقاذ الصفقة وفقاً للخبراء.